بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر الحكومة ابتداء بالتزامها في المادة 98، وهذا الذي يجعلنا أمام جدية من الحكومة بالتعاطي مع هذا المجلس حتى إن شاء الله نصل إلى تحقيق ما يطمح له الناس في هذا المجلس بتعاون مثمر ما بين السلطتين. وأيضا العرض المرئي اللي قدم من قبل الحكومة جيد، وأمامنا عدة تساؤلات صراحة نضعها أمام المجلس وأمام الحكومة حتى نسمع أجوبة شافية حتى يطمئن الناس أن مثل هذا البرنامج ليس برنامج حشو، وله برنامج يعني فضفاض، وله برنامج فقط يعني لتسكير خانات. أولا هذا البرنامج ما أشار إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وهذا الذي يجعلنا أمام تساؤل كبير صراحة، أن اليوم في إصلاحات اقتصادية حقيقية ومطلوبة وتنموية وجيدة، ولكن أيضا تحسين معيشة المواطنين مطلوبة ضروري. اليوم الأسرة الكويتية منهكة، ويا الله يسلم رب الأسرة على معاشه في آخر الشهر. اليوم الناس قاعد تتكلم عن 100 و200 دينار في معاشاته، وقاعد يضغط على الوزراء في قبولهم في وظائف مثل هذه. ليش؟ حتى يحسن المواطن الكويتي والمواطنة الكويتية المعيشة. فلذلك جيب المواطن هو أحد أهم أساسيات قبولنا إذا كنا نقبل بهذا البرنامج. ما في شيء خاص بهذه الرؤية وبهذا البرنامج عن التوظيف واستيعاب مخرجات التعليم، وهذا أيضا ما لقيته في برنامج عمل الحكومة. أيضا الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة شبه متوقف، وما في أي معالجات حقيقية لتطوير هذا الصندوق، أو أن إنقاذ الشباب المستثمر اللي اليوم أغلبهم مدينين ومشاريعهم متعطلة. أيضا الخصخصة، شنو الطريقة اللي راح تطرحها الحكومة؟ هل هو على مستثمر محلي أو أجنبي بشكل دائم أو مؤقت؟ وأيضا لا يجعلنا أمام خصخصة مستترة ويجعلنا في شبهة وتوقع رفع رسوم الخدمات، وهو اللي يهدد راح يكون في ارتفاع معدلات التضخم يعني في مرحلة قادمة. أيضا ما أشارت هذه الخطة إلى تعديل التركيبة السكانية، وهذا الشيء مهم جدا يفترض كان تعنى في برنامج عمل الحكومة. رؤية 2035 ما أشوفها مندمجة اليوم مع مشروع عمل حكومة. يفترض اللوجو موجود والخطة موجودة ويمشي بالتوازي مع رؤية الدولة 2035 أو 2035. لذلك كل هذه الأشياء لا تكون مفرغة من محتواها العام ورؤية الدولة العامة إلى إحنا ما بعد الأربع سنوات هذه شنو راح تكون الكويت من طموحات بإذن الله تبارك وتعالى اللي يعني إحنا نطمح لها. أيضا هذه البرنامج الحكومة ما أشارت إشارة واضحة لتعظيم الإيرادات الغير نفطية. إحنا الحين في الميزانية الإيرادات الغير نفطية فقط 2 مليار، بعد 4 سنوات شنو تبي تسوي الحكومة حتى ننهض بهذه المبالغ والإيرادات الغير نفطية حتى نصل إلى 10 و5 و20 مليار؟ إحنا تكلمنا مرة فقط عن تأميم واستحواذ الدولة على القسائم الصناعية، راح يصير عندنا إيرادات غير نفطية تبلغ ما يقارب 10 مليار دينار. بغير المنظور اللي قاعد تشوفه الحكومة الآن في هذه الأثناء. لذلك الإيرادات الغير نفطية يجب أن تحظى بعناية الحكومة خلال برنامج عملها. لا يمكن الحديث عن الدين العام، لا يمكن الحديث عن الدين العام وإقراره قبل ما نوقف الهدر في مؤسسات الدولة، وقبل ما نوقف الفساد الذي استشرى وضرب أطنابه في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها واستثماراتنا الخارجية بعد. لذلك لا تتحدثون عن أي دين عام ما لم توقفوا مثل هذه الأشياء وتوردون للميزانية الأرباح الغير موردة من قبل مؤسسة البترول. أيضا لا بد أن نتكلم عن جدية الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، وهناك أزمة فراغ مناصب قيادية، وهناك تعمد في إقصاء كثير من القياديين بسبب جناسيهم. وهذا الأمر إذا قالوا الحكومة أن ما عندنا تعميم، فأي وزير غدا يقول أنا استبعدت قيادي علشان جنسيته يصعد المنصة.
شكرا خبر.